أنا عبد العزيز عبد راوح راجح، يمني الجنسية، مقيم في الأردن، وجيت على هذا ملعب جبل عمان عن طريق الصدفة، عن طريق عيال أختي هم اللي جابوني بهذا الملعب وعرفوني على الملعب هذا، ولقيت شباب كثير منهم جنسيات مختلفة، الجنسيات الصومالية، الجنسيات اليمنية، الجنسيات السودانية، كل هذه الجنسيات كانت متواجدة في هذا الملعب. بالنسبة لنا يعني احنا شباب جبل عمان خاصة اللاجئين يعني بنجي هون عشان ضغوطات الحياة ما في أماكن ثانية نروحها، فبنضطر ان احنا نجي هون نمارس رياضة كرة القدم. الملعب كان بالأصل من زمان ساحة ترابية بيضاء، بعديها بفترة أجت شركة أورانج هون تأجروا من الملعب هذا هيك ثلاث أرباعه، زفتوه وعملوه كراج. فبعد ما خلص عقد أورانج هون الشركة تسكرت الأرض، صاروا اليمنيين شافوها فاضية ومزفتة أرض حلوة صاروا يلعبوا فيها، شوي شوي صار نظام الدوريات، بعدين صار نظام الأفريقيا لا اليوم نظام اللعبة هون عبارة إحنا ست أفريقيا، كل فريق مكون من تقريباً 10 لعيبة ومسؤول عن الفريق اللي هو بنقول المدرب، كل فريق منا له يوم بالأسبوع، كل واحد بيختار بالفريق اللي بده إياه فريق ثاني يتحدى. أنا صراحة هذا الملعب يعني لي كثير، أولاً رجع لي الروح الرياضية اللي كانت عندي اللي أنا مفتقد لها طول الوقت، يعني أنا من 2015 بطلت ألعب كورة، لما جيت على الأردن ولقيت الملعب هذا رجعت حياتي لكرة القدم أو لكرة السلة، أو أنه أنا أرجع للياقتي البدنية، وعرفني على شباب كثير ما كنت أعرفهم وصارت بيننا وبينهم عشرة عمر. الملعب صراحة جابني واحد اسمه شاب صومالي نور، عرفني على الشباب، أول ما لعبت معاهم قدمت أداء حبوني، يعني شهرتي أنا في اليمن عام 2005 في مباراة نهائية سجلت هدف دبل وصلحت حركة دروغبا، سموني من ذاك الوقت دروغبا. العارضات والتخطيط هذول بكون مسؤول عنهن اللجنة اللي هن عبارة عن كباتن أفريقيا الستة، بيقرروا إنه فرضاً كل فريق عليه ليرتين أو ثلاث بدنا نجيب سطر دهان، باليوم الفلاني بدنا ندهن الملعب، كل فريق بده يشتري كلارات بداية الصيف بأخذوا من اللاعبة 4-5 ليرات بجيبوا الكرة للفريق، لأنه كل فريق لازم يكون معه طاقته وكلارات. هذا الملعب صراحةً أحياناً كنا نلعب فيه دوريات، بنجيب رعاة بيتكفل مثلاً بيجيب ميداليات الفضية والذهبية وكاس صغير نعمل فيه نشاط حماس، لما بتغرس أنت في نفس اللاعب أنه تحدي وفريق وبطولة وكاس وتشارك أنت بفريق ويحضر الناس والجمهور، يعني بتعمل جو عام للملعب، حتى صرنا في جمهور بيعشقوا فريق ومن جد بيحضر بيسأل متى بتلعب، متى بتيجي مباراتك، متى بتلعب ضد فريق هذا، متى بتلعب مع هذا، يعني صار حب للفريق، حتى الجمهور راح منقسم، عملوا فينا حماس بنلعب مباريات لأجل الجمهور. لو في مستكشفين يحضروا سواء مستكشف أردني أو مستكشف أجنبي بيحضر على هذا الجبل على المدار بس في الأسبوع يوم أو يومين يحضر ويشوف اللعيبة، بيستكشف أكثر من 3-4 لعيبة ولعيبة أندية ومستواهم عالي. إذا تسكر الملعب هون نتشرد بالملاعب، يعني هو الملعب هون تقريبا اللي بلمنا، عدا عن هيك انه يعني بقدر اقول هو المتنفس الوحيد المجاني لنا اللي هو الملعب هذا، فاذا تسكر مشكله.